والله قبل لحظات يعني كنا نسمع في عرض السيد الوزير الأول لبيان السياسة العامة اللي هو في حد ذاته مكسب، يعني لأنه التزام دستوري، يعني المادة 111 من الدستور تلزم أنه الحكومة تقدم البيان السياسة تاعها، وهو شيء نثمنه لأنه من هنا ينطلق البناء المؤسساتي والتنفيذ نتاعه على أرض الواقع، لأنه في وقت مضى كان 10 سنوات ما يفوت مرة بيان السياسة العامة للحكومة. الحمد لله احنا في العام الثالث في البداية فوتنا مخطط عمل الحكومة والبيان السياسة العامة للحكومة مرتين، يعني هو شيء جميل، يعني هي فرصة للشعب الجزائري من خلال نوابه أنه يسمع الحصيلة أولا ثم يقيموها يعني بين الإيجابي والسلبي. فيما يخص بيان السياسة العامة، يعني كاين جاء في 6 محاور تقريبا في 100 صفحة، يعني الشيء الذي لا يختلف فيه اثنان يعني ولا ينكره إلا جاحد هو أنه الكثير من الإنجازات جسدت في جميع الأصعدة على الأرض الواقع. احنا نثمنوا ونأكدوا أنه الإرادة السياسية السادقة موجودة، المبالغ المالية التي ضخت لتجسيد هذا الإرادة السياسية أو ما جاء في مخطط عمل الحكومة تمت بالطبع، يعني كانت تكون يعني في وقت مضى، يعني ما هيش الأولى اللي تكون كاينة إرادة سياسية، لكن الآن الإرادة السياسية وكبتها ميزانية هي الأضخم في تاريخ الجزائر.